صباح جديد من القاهرة الإخبارية، وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير وطيبين. أكيد اليوم يوم مميز، مرور 50 سنة على حرب أكتوبر المجيدة. صباح الخير دانيا. صباح الخير مارينا، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا اليوم وين ما كانوا بالعالم. صباح جديد، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم عم نحتفل بنصر أكتوبر المجيد، فيا رب دايما على طول أوقاتنا كلها تكون انتصارات وفرح وسعادة. لم يكن العبور العظيم عملا عسكريا عبقريا نفخر به فحسب، بل نقطة البداية لمرحلة جديدة في تاريخ تشكيل الشخصية، شخصية الإنسان المصري. بعد سنوات من المرارة والوجع، أشرقت شمس 6 أكتوبر عام 1973 لتجسد بالفعل لا القول القدرة الكامنة في أعماقنا نحن المصريين، قدرة الصمود والتحدي ومواجهة الصعاب، قدرة الثأر ورد الاعتبار واستعادة الكرامة. نصف قرن حتى الآن مشاهدينا بعد ملحمة العبور ضمن تاريخ عريق يمتد آلاف السنين، لابد أن يكون التفاعل بطريقة مغايرة للشائع والمألوف. وهنحن نحتفل كأننا نقول لأنفسنا هيا نرفع رايات العبور مجددا لنتجاوز متاعب اليوم ومخاوف الغد. الذين ولدوا في 6 أكتوبر يحتفلون اليوم بعيد ميلادهم 50، ومن كانوا أطفالا ساعة العبور تجاوزوا الآن عامهم 60. ولكن المشترك الراسخ بين الجميع هو التشبث بالشباب الدائم لوطن لا يعرف الترهل. الحرب في ذاتها لم تكن هدفا، لكن أداة للوصول للسلام العادل والتفرغ لمعارك البناء والتنمية. مشاهدينا، نحن نرى في المستقبل مستقبل حافلا بالمصانع والمزارع والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور، والحال أفضل لملايين البسطاء من الناس. المسألة ليست أن نفرح ونحتفل فقط، ولكنها أيضا في البحث عن الإجابة للسؤال كيف نفرح. الإجابة الوحيدة المنشودة هي العمل والتمسك بالأمل، هي الوحدة والتماسك ومقاومة أي مشاعر سلبية. والآن يحق لنا أن نغني يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، ويجب علينا في الوقت ذاته أن نترجم الغناء إلى السلوك، ذلك لأن الانتماء الوطني هو عطاء لا يتوقف، وعندئذ يكون كل يوم بمثابة عبور جديد، عبور لمعانقة الأحلام. مارينا، أحلام لم تتوقف عند حدود دولة واحدة، إنما كان حلم عربي أصيل شارك فيه الجميع على اختلاف طريقة المشاركة. كانت المشاعر واحدة، فالجميع كان يأمل في النصر، يأمل في شرف يرفع الرؤوس. انطلقت مصر، فانطلقت من بعدها جميع الدول العربية تساهم تساعد، كل على طريقته. كانت تفاصيل الحكاية متشعبة كثيرة، وكان لكل تفصيلة بطل. ما زالت سيرته تتناقل بين الأجيال، ورغم مرور نصف قرن واحتفالنا اليوم بخمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة، إلا أن هذه الحكاية لم تنتهي بعد، ويوما بعد آخر نستعيد معا الذكريات التي ما زالت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.